الجهاز يوفر عليكي أموال طائلة. الجهاز بقيمة جلسة واحدة عند كوافيرة، تخيلي. لما تخلصين من كلارا بضغطة مطولة كذا يتقفل الجهاز، وإذا نسيتي طلعتي مشوارك ونسيتي شغال، في خاصية الأمان يطفى تلقائيا من واحدة، بعد كذا ربع ساعة تقريبا أو نص ساعة يطفى الجهاز. شوفوا بالله الالتفاف، التفاف كامل عشان ما ينقطع ولا يصير فيه أي شيء. والسلك طويل، أنا أموت على الأجهزة اللي أسلاكها طويلة، لأنه أنتي على بعد إيه، أحيانا البلوك الفيش يبعد عنك مسافة طويلة. مع كلارا ما في مشكلة، تقدرين تستخدمينه من طول سلكه. بقول لكم على معلومة راح تفرحكم، الجهاز أصلا سعره يجنن، سعره فقط 288 ريال. تقدرين تدفعين الآن 125 ريال والباقي تدفعينه بعد. أيوة برد الحين شعري، راح أمشطه. أمانة ملاحظين اللمعة؟ مستحيل تشوفون لمعة. واو يجنن، يعطي فوليوم، يعطي شكل جميل ولمعة. أنا ماني مستخدمة لا سيروم ولا مثبت ولا أي شيء، وراح يظل الويفي هذا البكرة. يعني إذا رحتي مناسبة ما تشيلين هم، مع كلارا ما تشيلين هم. شوفوا ألوانه الجهاز، في منه هذا اللون الفضي وفي كمان منه اللون الأسود، شايفين الاهتمام بأدق التفاصيل؟ ما في زي كلارا. أنا أقول لكم، أنا جربت كثير أجهزة لف ذاتي، ما في زي كلارا، ولا أستخدم إلا كلارا. لما تشوفون شعري كذا ويفي أعرفوا على طول دايركتلي أوتوماتيكلي إني مستخدمة كلارا.